يابا اليوم شبور حمراوي ما ترثار واحد على واحد، يعني اليوم ابو التكي هذا شوف شلونه اليوم كله شبور. هذا هسه صيد الفجر، هاي من الشبك عدله قبل من الشبك وعشانه من الشبك هاي الشبوط ما تفتح هالحيتان يا ابي هذا بالحيتان كله شبوط، هذا اليوم كله شبوط. هاي غريبة، هاي غريبة حتى الاغنية تغنت عنها غريبة من بعد عين شيء منه. هاي غريبة هاي، يعني لا هي بنية ولا هي شبور تقريبا ما الحوض هي ترى وعشان اليوم مع الحوت يا ابن يوم جبنا لكم الحوت عدل، هذا الحوت اليوم عدل شوف شلونه الحيتان عدل اليوم هاك باع 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 اليوم الحوت عدل بعد ما اكو قطان كله عدل عدل وباع شوف شلونه هذا وياه بالحبل، هذا كان مربوط بدجله بالشط، هاي جبناه عدله قبل من دجله من الشط، هاي شلونه؟ حلقومه والله، قطان شبوط بني كار كل الانواع موجوده جيده جدا درجه اولى، هاي عندنا كل القصات القطان العدل موجوده 13 كيلو 14 عدل. شوف شلونه عدل، هذا وزنه 15 كيلو قد تريد كيلوين 3 4 5 6 10 15 موجود كل الحيطان موجوده شلون ابو عم برون برم لا راس ولا بطن كتله مال لحم عم طنش بيه 3 4 عظام وربع لحم هذا كله لحم ها في غير اللحم؟ ما في غير اللحم بدون عظم بس لحم هذا شوف بروم شوف شلونه هذا صيد اليوم بعد بزل اللي يجي هذا شبوط سريع كله ما تثار يابا اليوم راح نسقف لكم قطان ثرثار حي عدل مباشر راح نسقف لكم اياه مسلوب بغدادي هذا القطان اليوم حي عدل وعشانه بعد ماله بعد 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 صان عدل والله كليتش كليتش ولا مو كليتش والله كليتش با 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 زبد 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 هذا قطان ما ثرثار عدل وعا حلقومة يا مرة مو قيمة قيمة هذا وزنه 17 كيلو قطان عدل بس لحم زبد